احسن طلقة لحد الساعة هي طلقة المقدم صلاح الدين الغمشاوي. تبارك الله سي عمر. ثاني طلقة رائعة جدا هنا. ما شاء الله المشاركة النسوية المتميزة نهيلة الهاشمي، طلقة جميلة جدا ولا أروع كما قالت الأستاذة الفتيات فتيات الرداء الأحمر. الخيل مزينها بصربة البنات، المكاحل بحر البارود شعلات، الزموريات حرات. السلام عليكم، معكم مقدمة نويل الهاشيمي ممثلة مدينة تيفلس، مقدمة ديال صربة فريسة الزمور. اليوم كنتواجدوا في مهرجان تيفلس الدورة الرابعة ديالو. صراحة المهرجان في تنظيم في المستوى، وكنشكروا الناس اللي صاروا على التنظيم ديال هذا المهرجان وكنشكروهم بزاف. بالنسبة للمشاركة ديالك فيه واش أول مرة؟ لا، ثاني مرة كنشارك في هذا المهرجان، ثاني عملية كنشارك في هذا المهرجان. أول حاجة الدريات كيتجمعوا كيتنشبوا الدوزان ديالهم، تيعوموا خيلهم، تيسنحوا، تيشوفوا المسائل ديالهم واش مريقلة مزيانة، ومن بعد تيدخلوا كيلبسوا اللباس التقليدي ديال التبوريضة، من بعد تيديروا فاتحة وكيتوكلوا على الله. 5 سنين بنت، اي بنت باغا تدخل للدومين ديال التبوريضه، انا كنشجعها وكنقول لها انا نساندهم، انا نعاونهم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هشام النسمه، مقدم الصربات جهه عماله الصخيره التمارا جهه الرباط السالة القنيطره، اللي جينا شرفنا بالحضور ديالنا في مدينه تيفلت. اللي الحمد لله تنظيم رائع، الحمد لله اللي كان داكشي في المستوى، وما زال اللي منافس مهرجانات اخرين اللي هما كاينين. هذا تبارك الله من المهرجانات الاولين، تبارك الله مهرجان ديال تيفلت اول مره كنجي ليه، الحمد لله كيعجبنا بزاف وجينا نشرفوا بهاد الناس بالصربه ديالنا ديال جهه الرباط سالة القنيطره. الحمد لله كصوره بكل واحد تيمثل جهته، الحمد لله الصوره في المستوى، الحمد لله كل شيء مزيان، الحمد لله الله يرزق السلامه. انا الميت مول العود، ما سخيت به وبفراقه، وناس الدوار الاخبار موت يعرفوا ساقه، عودي يسهل ويحنحن، يتبع ناشير الروضه ويجذب برجله، مات مولاي فلان ولد فلان، وانا العود بقيت في محله حران، والناس العزاي يا سيدي راهم بالعرام. رحمه الله عليه، نتمنى ربي انه يلاقينا معاه في الفردوس الاعلى، كان من اطيب خلق الله وما عمره غادي يتنسى صراحه. فاطمه المصغري، 24 سنة، منشطة مهرجان تيفلت، المهنة ممرضة. أنا من الفتيات اللواتي كان يعني كنت كنركب من 2015 وأنا تنركب، وقفت الركوب في 2018 لظروف شخصية، فاش ما بقيتش تنركب حسيت بأنني راه ما يمكنش نبعد على هذا الميدان، لأن حبي وعشقي للخيل كان كبير بزاف ويا فوق طاقتي. وليت كنكتب قصائد كنعبر فيها على مدى العشق ديالي لهذا الميدان اللي هو التبوريضه، وكنعتز بثقافتي المغربيه الا وهي يعني الثقافه ديال الفروسيه التقليديه، اللي احنا تزادينا في هذه البلاد في زمور، وحنا عايشين مع الخيل، موالمن مع الخيل، حياتنا كلها مع الخيل. الحاجه الوحيده اللي مازال لحد الان مأثره فيا هي الموت ديال واحد السيد اللي كان هو قدوه ديالي في الفروسيه، واللي كان هو السيد فؤاد فكري رحمه الله عليه، لانني حضرت معاه في خميسات، كانت اخر الاقصائيات ديالو، تصورت معاه، قال لي شوفي بنتي الله يسخر لك، قال لي راه ركوب الخيل ما كيتباع لا بفلوس لا بمعارف، حيتاش كان وقعوا لي مشاكل داك الشيء علاش دويت معاه ونصحني. انا كتبت ليه قصيده كتعبر على يعني الموت ديالو اللي بقى خلات واحد الالم وحسره. حسن ودغنام، جمعيه فرسان بوقنادل، الصربه ديال خالد راموده، جينا لهذا المهرجان ديال تيفلت اللي في مستوى جميل جدا، شويه بقى شويه نقص شويه في الماء، ولكن التنظيم مزيان وكان واحد المنافسه ديال البارود، كاينه شويه المنافسه ديال الصرب، كاين شويه المنافسه ديال البارود. اول مشاركه عندنا فيه، اول مشاركه،
وتنتمناو لهاد الايام الاخيره تكون مزيانه من احسن كاع. اليوم تقريبا شي 16 سنه وحنا تنمارسوا الهوايه دي، خلونا جدودنا اورات ارث ديال من جد لجد، و تشجع شويه تا هي الصناعه، شويه الصناعه التقليديه الهوايه ديال الدراري الصغار والشباب يمارسوها زوين، تتجنبوا على بزاف الحوايج، تتلاقى مع ناس مزيانين وزوينين، ما تتلاقيكش مع شي ناس اللي ماشي في مستوى. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.